السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد فهمي من قناة ليدرشيب. النهاردة معانا جهاز ميكرويف ماركة سامسونج، بيشتغل كويس لكن هو شغال، كل حاجة فيه شغالة لكن ما بيسخنش. فهنفكه مع بعض واحدة واحدة كده ونشوف ايه المشكلة وان شاء الله نوصل لها مع بعض. طبعا بعد ما فكينا وبصينا كده شلنا الغطاء الخارجي، اول حاجة بنعملها ان احنا بنفرغ الشحنة الكهربائية المخزنة في المكثف. طبعا احنا عارفين مكان المكثف بجوار الترانسفورمر الكبير دوت. بنجيب مفك طويل معزول وبنلمسه في الطرف من اطراف الكباستور مع جسم بالمنظر ده. اي شحنه فيه هتتفرغ بكل سهوله لو هو شاحن او فيه كميه كهرباء مخزنه بالداخل. بالطريقه دي بنفرغ الشحنه ونبقى جهاز آمن إن احنا ممكن نلمس أحد أطراف الأسلاك اللي موجودة بدون أي أضرار ممكن تحدث. هنكمل بقى كشف واحد واحدة مع بعض. فين الجهاز شغال لكن ما بيسخنش، فاحنا على طول بنبدأ ندور على نبدأ بالميجنترون الأول، هنقيسه ونشوف وضعه إيه قبل ما نفك أي حاجة، وبعد كده بنشيل السوكت بتاعه من أسفل وبنقيس أطرافه المالتي ميتر. كده بتقياس بالمالتي ميتر ان الميجنترون شغال لكن مفيهوش اي توصيل. هنجربه برضو بالسيريال ادق شوية. قيس احد الاطراف بتاعت والجسم، اطراف الميكروفون والجسم كده. الميجنترون بالكشف بالمالتي ميتر والسيريال شغال كويس. هنبدأ نشوف الأجزاء الأخرى اللي هي خاصة بالترانسفورمر كاباستور فيوز، هناخده بدورة عكسية، مش هنبدأ زي كل مرة من دايرة المفاتيح للداخل، لأ هنبدأ بالعكس. فهنبدأ نقيس الفيوز الخاصة، الفيوز هنا محطوطة بالمنظر ده، هنفكها. طلعنا بالفيوز، ده الكفر بتاعها، ده الفيوز هنقيسها. كده الفيوز قاطع، يعني كده بالقياس ان احنا بنقيس كده طرف الفيوز الفردة دي. ده الفيوز هنا اهو الزجاجي، بنقيس من هنا المفروض يقرا معانا، طبعا مش قال ايه السبب، يبقى الفيوز ده طار. نفكه بالراحة مع بعض كده. هو عبارة عن ترميلة الناحية التانية برضو، دي حضراتكم ادي الفيوز وده شكله قاطع من الداخل، وبالقياس مش مديني اي حاجه. هنقيسه تاني كده مع بعض. ادي الفيوز المفروض يقرا معانا، لو قيسنا الطرف ده مع طرف السلك هيقرا معانا، ده انا قرايه. الناحيه دي برضو هيدينا قراية لكن طبعا في النص مش هيدي قراية لانه قاطع. من ضمن الحاجات اللي بتعمل مشاكل زي كده بيبقى محتاجين ان احنا نأكد نشوف الميجنترون نفسه فيه مشكلة ولا لا، عشان احيانا بيعمل شورت او بيعمل شارز فرقعة او صوت فرقعة داخل الكابينة،
وده بيبقى فيه مشاكل على جزء الغطاء اللي هو الامامي، الغطاء الامامي الماجنترون او الطربوش بيسموه طربوش. هنشوفه مع بعض دلوقتي ونجرب هل في مشكله تانية ولا لا. طب بالمره برضو قدام سكين الجزء ده عايزين نكشف على عندنا هنا طرفين، هننزل بس مع بعض كده. هنا في طرفين، نشيلنا الطرف الاولاني بتاع المكثف، الطرف ده شلناه اللي هو بتاع الفيوز، وعندنا طرف الديود والطرف الثاني اللي جاي من الترانسفورمر. هنفكهم بس عشان نتاكد من الماجنترون ونتاكد من لحظه بس كده ايه عشان هنحتاج امسك بدايه الاثنين. احنا شلنا اطراف، هنبدا نقيس كباستور، هيدينا 1 1.5 عشان اطرافه واحد 1.2. هو المفروض يدينا 1 أو أقل من 1 5% مورا لسه، يعني 5% من قدرته بحيث يبقى شغال كده تمام. هنبدأ بقى نقفل تاني ونركب أطراف ديوت وأطراف ترانس. يبقى عندنا كده الفيوز هو اللي هنبدأ نغيره، واحد تاني يكون سليم. كده جبنا فيوز تاني سليم، هنقيسه برضو عشان نتأكد من انه سليم. كده دي الفيوز بتاعنا الجديد سليم، هنركبه مع بعض ونجرب كده. هنبدأ نفك الميجنترون برضو عشان نتأكد من شكله، نطمن عليه يعني عشان لو في حاجة بالمرة نعملها. ده الميكروفون بتاعنا بالشكل العام، نشوف مع بعض مغناطيس من جوه. ممكن تقيسه يطلع معاك كويس، لكن يكون مكسور احد الرنجات الموجودة اللي قدام او اللي الخلف، احد ده او ده، وشكلا سليم. طيب نكشف عليه بره كده، الميجنترون برضو كده افضل من هو راكب مكانه كده قارب. احنا كده خرجنا الكباستور بره او المكثف بره عشان نتأكد من قرايته صح. المفروض لما اقراه كده يديني مثلا 1 1.5، هو اداني قراية خطأ واداني قراية صواب، لكن دلوقتي طبعا هو مديني قرايات مختلفة تماما. طيب احنا عشان يعني نكسب وقت ونخلص الموضوع بيديني 6، انا 6 و5 والكلام دوت يعني مش صحيح، المفروض تديني في اسرع 10 ثواني
يديني القرايه بتاعتي صح كده، مديني 2.5. طيب احنا قلنا برضو عشان نكسب وقت هنخليها هنراك باترز على المقاومه، المفروض ما يقراش معانا. هو كده قرا، شايف كده قرا، المفروض ما يقراش. اي مكثف المفروض ما يقراش معايا في القمده خالص، كده معناه ان هو ضارب بيدي قرايه خطا، لكن هو اللي بيعمل مشكله، هو ده السبب ان طير الفيوز، ده السبب ان هو طير الفيوز. وزي ما اتعودنا طبعا عشان لازم نوصل، او ان شاء الله يعني بنوصل للسبب الرئيسي اللي طير الفيوز. ممكن اغير فيوز وخلاص على كده، انا كده غيرت فيوز واشتغل، لكن المشكله كلها عايزين نعرف ايه السبب. فاحنا طبعا هنغير واحد جديد نفس القدره وهنجرب بيه ان شاء الله مع بعض، ان شاء الله يكون هو دوت السبب الرئيسي للمشكله بتاعتنا. دي بياناته عشان برضو اللي عايز يقرا بياناته، 1.05 ميكروفراد بلس 3 ماينس 3. دي بياناته، ده القديم. كده بعد ما ركبنا الجديد هنقيسه برضو مع بعض كده عشان نتاكد. اديني 9/10، المفروض اديني 1.05 او 9/8، يعني اديني كده واحد تقريبا، واحد معدل واحد صحيح، يعني كده الكباستور ده سليم. برضو هنتاكد ان احنا نقيسه برضو بالمقاومه زي ما قيسناه، مش هيقرا معانا خالص. كده هنبدا نجرب دلوقتي تجربه سريعه عشان نتاكد ان هو كده الموضوع بتاعنا حلينا المشكله ووصلنا للحل بتاعه ان شاء الله. هنجهزه بس على التوصيل ونحط فيه، نجرب كوبايه ميه كده ونشوف الدنيا. كده وصلنا، هنجرب مع بعض كده عشان الضوء مش باين كده اشتغل. هنجرب الجهاز معانا، بسم الله. شويه ميه دولت، ميه ايه برده ايه خالص عشان ميه ايه. شوف نشغل، بسم الله. كده يخش معانا بخمس دقايق تقريبا، احنا ممكن نخليها نص دقيقة ونفصل نشوف ايه الدنيا. كده الحمد لله برضو الاول كان بيفصل معانا على طول، دلوقتي بيشتغل وبيفصل، بيشتغل وبيفصل، وده كده في حد ذاته كويس، نتيجة كويسة. هنفصل بس كده الامر ونفتح الباب نشوف هل في نتيجة ظهرت ولا لا. اهو الحمد لله ما شاء الله المية سخنت جامد، عشان احنا اخترنا برنامج كبير خمس دقايق. هنبدأ دلوقتي نجمع جهازنا وكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. أشكركم لحسن المتابعة، متنسيناش اللايك والشير وسبسكرايب. كان معكم أحمد فهمي قناة ليدرشيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.